كما التقى سعاده وزير المواصلات والاتصالات على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقله بالسيد وانغ شون لي رئيس الشؤون العامه والاتصالات لمنطقه الشرق الاوسط واسيا الوسطى لشركه هواوي وخلال اللقاء أكد الوزير أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة مثل شركة تواوي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مملكة البحرين نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي منوها بالتزام المملكة المتواصل بتطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزز مكانة المملكة كمركز تكنولوجي رائد في المنطقة